داخل هذه المدرسة انتشر هذا المقطع للراهبة مايا زيادة. جمعة الماضي حنينة كيف أنا بعمل وطن إذا ما بعرف حب؟ الجنوب في تلاميذ بعمركم بيقولوا نحن ما عندنا أحلام غير إنه نحن أرضنا. اليوم بدنا نصلي للجنوب لرجال، رجال الإكرام. دعوة الراهبة الطلاب للصلاة لأهل الجنوب وللرجال المقاومة قومت الدنيا وما قعدت، فما هي الرواية الكاملة؟ واجهت الراهبة مايا زيادة في مدرسة راهبات الحبل بلادنس في قبيلة حملة شرسة ومطالبات بعقابها من قبل أهالي الطلاب الذين طالبوا بكركب اتخاذ إجراءات لازمة بحقها لمنع تعرض أطفالهم لغسل أدمغة من بعض الدخلاء على الرهبنة والمدارس كما قالوا. هذا الغضب لم يكن محصورا فقط بأهالي الطلاب وبأبناء منطقة فتوح كسروين، بل على مساحة الوطن، بحجة أن موقف الأخت زيادة يتناقض مع بيانات مجلس المطارنة الموارنة وعظات بكركي ومع السواد الأعظم من المجتمع المسيحي. فما موقف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية؟ وهل فعلا نالت الراهبة جزاء أقوالها؟ نحن ما عندنا لانجاج، لغة سياسية نحكي فيها مع الطلاب. نحن منتعاطى بالشأن التربوي فقط لا غير. هيدا الموضوع منه موضوع تربوي. المبادئ والقيم، التربية على المواطنية، على محبة الوطن، هيدي مبادئ جامعة الكل يتوافق عليها. نحن ما منتدخل بمدارسنا بشؤون فيها انقسامات. راهبة تقوم ببعض المسؤوليات المحدودة، هي منا مسؤولة إدارية، هي منا من الكادر التربوي والتعليمي، هي بتجي بتعمل رسالة، يعني بتقوم ببعض المهام. الجديد قصدت المدرسة في غبيلة التي رفضت كليا التعليق على الموضوع مكتفية بالبيان الذي أصدرته الإدارة والتي حاولت التخفيف من وقع كلام الراهبة معتبرة أنها تكلمت بحماسة من دون أن تعي أبعاد كلامها وكانت مبادرتها شخصية نشرتها من دون علم المسؤولين عن المدرسة. وعن مصير الراهبة علمت الجديد أنها لم تعد داخل هذه المدرسة وقد تم تغيير مهمتها خارج المدرسة. على الرغم من هذه الحملة الشرسة على الراهبة إلا أن مواقفها لاقت تأييدا وإشادة باعتبار أن الراهبة لم تنطق إلا بتعاليم المسيح القائمة على المحبة ونصرة المظلوم، ووضع المؤيدون الحملة عليها في إطار الحملة السياسية. وكتبت شقيقتها قائلة: يروحوا يبلطوا البحر بس تصيروا بلا خطيئة بيصير لكم حق تحكوا.